بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد، أهلا بكم في برنامجنا صباحنا مصري. نتحدث اليوم بإذن الله عن آيات الصيام وعن شهر رمضان المبارك وعن قوله تعالى أياما معدودات. بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى فرضية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال هذه الآية أياما معدودات، إشارة إلى سرعة انقضاء هذا الشهر المبارك، والكل سيصوم، ولكن الله عز وجل لفت أذهاننا وأسماعنا إلى أن هذا الشهر المبارك سرعان ما ينتهي، ولا بد من اغتنام أوقات المباركة أياما معدودات. هذه الجملة لخصت الكثير من الكلمات. عندما يقول الحسن البصري هذه العبارة أن الله جعل شهر رمضان ميدانا للعبادة، إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. وكان الوزير التاجر ابن هبيرة له بيت من الشعر يقول فيه: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أغلى شيء في حياتك هو الوقت، وخاصة إذا كان في رمضان. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وكان ابن القيم رحمه الله يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه بالوقت، يعني استثمر الوقت. ومعنى أن يستثمر وقته أن يكون لوقته ثمرة، أن يستغل الوقت، ومعنى ذلك أن يكون له غلة محصول من هذا الوقت، نتيجة، ثمرة، فائدة. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وكان الشيخ العز بن عبد السلام يتحدث عن هذا الحديث الشريف: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الله عز وجل رتب المغفرة على قيام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وكما أن الله رتب المغفرة على قيام الشهر بالكامل، فإن الله قد رتب المغفرة على قيام ليلة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من لطف الله سبحانه ومن رحمته ومن كرمه، تجلي صفة الكريم على الخلق وعلى العباد، أن الله يثيبك على العمل الكبير الطويل الشاق بالمغفرة. ونفس الإثابة وهي المغفرة يثيبك الله بها عليها بليلة واحدة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرصة، وهي لمحة قرآنية في غاية الدقة، أياما معدودات تلخص الكثير من الجمل والعبارات. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن فازوا في هذا الشهر المبارك، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يكشف الغمة عن الأمة. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.